زي ما قلت لكم اخر بطوله، وهو ده اللي مزعلني اكتر، اخر بطوله في كاس عالم للشباب في 2019 احنا واخدين مركز ثالث، واخدين برونزيه كاس العالم، فما ينفعش نبعد قوي كده في البطوله الثانيه اللي بعدها، يعني بعيد ما ينفعش. الراجل اللي خد البرونزيه اللي عمل هذا الانجاز العظيم كمدير فني مع منتخب مصر للشباب في 2019 كابتن طارق محروس معايا عبر الهاتف الان. يا كابتن طارق مشرفني ومنورني وحشني جدا. مساء الخير يا كريم، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت طيب على مشاهدينك وعلى الامه العربيه كلها بالعيد، عيد الاضحى. يا رب ايام سعيده، وبكره او النهارده وقفه عرفات، رب كل من دعا دعوه تستجاب في هذا اليوم الكريم باذن الله. وكل سنه وحضرتك طيب. اكيد اكيد انت النهارده زعلت زينا كلنا، ان احنا كان نفسنا نشوف منتخب مصر للشباب بصوره افضل بحسب التوقعات اللي كانت على هذا الجيل والجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن محمد الالفي. وضع طبيعي طبعا، انا كفرد من اسره كره اليد المصريه ومدرب وواحد من الناس المفروض لعبه احسن لعبه، الحمد لله ان انا ازعل، لكن زعلنا بيبقى بحساب، لان احنا لو زعلنا قوي هيبقى في تاثير كبير، والتاثير ده هيبقى في قرارات بعد كده ما بتبقاش في مصلحه اللعبه. لكن الحمد لله رب العالمين ان احنا عندنا اتحاد كويس وعندنا منظومه كويسه زي ما حضرتك قلت، واعتقد ان المنظومه دي هتقعد مع بعض زي كل ما بيحصل بعد كل بطوله، بيحصل اجتماعات وبيحصل كشف حساب للي حصل في البطوله، وبناء على ذلك بتبتدي تتخذ قرارات لمصلحه اللعبه ومصلحه الفريق ومصلحه كل شيء موجود في كره اليد. فنتمنى باذن الله ان الناس يحصل دراسه ويشوف الدنيا وصلت كده ليه، واعتقد ان زي ما انت قلت احنا طموحاتنا خلاص ما بقتش في كره اليد ان احنا بنشارك في اي بطوله، مجرد المشاركه ان احنا نعمل حاجه كده ترتيب، لا احنا بنشتغل على اساس ان احنا نقدر نخش عشان نكسب بطوله، واحنا عودنا الشعب المصري على كده. صح، وده قدرنا. صح، ولازم نستحمله. صح، وزي ما الشعب المصري كله بيشيد بكره اليد على مستوى الالعاب كلها وبيفرح بيها، ما نزعلش بقى احنا كمسؤولين او كمدربين او كلاعيبه من الانتقاد. صح، لان الانتقاد هو بدايه الاصلاح. صحيح. طب كابتن طارق، في رايك ايه هي اسباب، خلينا نسميها التعثر، مش هقول الفشل، بس التعثر في هذه البطوله؟ والله كلمتك صح، كلمه تعثر دي مش هنقول الفشل. انا شايف ان الفرقه في البطوله كلها كان في بعض المشاكل، واهم مشكله عندها كانت الفرقه هي ان احنا الفرقه ما لهاش رتم او ليها شكل في الملعب. الرتم والشكل ده كريم بيبنى على فترات طويله، مش اقل من 6 اشهر، عشان انت اما تشوف الشكل الفرقه تقول ايه، ده حتى لو الفرقه مش مكتوب عليها علم مصر، من وانت قاعد في المدرج تقول ده فرقه منتخب مصر. الاسلوب ده اسلوب منتخب مصر، اللعب ده طريقه دفاع منتخب مصر، الطريقه دي هجوم منتخب مصر. احنا للاسف في البطوله دي ما شفناش الكلام ده. الكلام ده زي ما بقول لك ما يبناش في شهر ولا اثنين ولا ثلاثه، مش اقل من سنه او 6 اشهر عشان تعمل شكل وهيكل واداء واسلوب للفريق. فالاسلوب افتقد للريتم. احنا كل ماتش بننزل بنبقى رد فعل، الفرقه اللي قدامنا بتبقى فعل، هي اللي كسبانه واحنا نقعد نجري وراها طول المباراه. صحيح. وطبعا ده مش احنا اللي تعودنا عليه في السنين اللي فاتت، لكن يعني برضك نرجع ونقول ان في ايجابيات زي ما في سلبيات. طبعا اكبر سلبيه ان احنا ما دخلناش زي ما حضرتك قلت في الثمانيه الكبار او صح، في ان احنا ننافس على البطوله. لكن طبعا في ايجابيات، المنتخب ده فيه عناصر كويسه كتير، بدليل باستور اول ما جه جمع المنتخب خد منهم 4 لعيبه حطهم في البي تيم او 5 لعيبه تقريبا، واثنى على بعض اللعيبه التانيين واتفرج عليهم في التمرينات واثنى على منتخب 2002، وبالتالي يبقى احنا عندنا حاجه ايجابيه ان المنتخب ده نقدر نطلع منه ب5 6 عناصر يبقى عمل المنتخب المصري في الفتره القادمه باذن الله. تمام. لكن على المستوى الشخصي زي ما حضرتك قلت لازم نتكلم بصراحه، لان احنا متعودين ان احنا اسره كره اليد نواجه
وما نستخباش ورا الستاره. في مشكله في مشكله لازم نعالجها، لازم المسؤولين يقعدوا على الترابيزه ويتكلموا بكل وضوح ايه المشكله وايه سببها وازاي نقدر نعالجها، لان احنا تعودنا على الشعب المصري على الفرحه، ولازم تستمر فرحه الرياضه المصريه في شكل كره اليد المصريه. اخر حاجه، توقعاتك لبطوله كاس العالم للناشئين مشاركه منتخب 2004 اخر الشهر القادم ان شاء الله؟ والله منتخب 2004 معاه كابتن وائل عبد العاطي، وهو مدرب مفروض ان هو مدرب لعب بطولتين عالم قبل كده وعنده الخبرات اللي تساعده على ان هو يكسب او يعمل نتيجه كويسه في بطوله العالم القادمه. نتمنى يا رب التوفيق ليه، عشان احنا كنا ابطال عالم في البطوله الاخيره، ويمكن كنت انا وانت وكابتن احمد العطار طبعا كنا ضيوف الاستوديو بتاعك على طول في كل مباراه. ده كان شرف كبير يا كابتن، ده الشرف ليا انا. وكنا سعداء جدا بان احنا اول مره مصر تكسب بطوله عالم للناشئين. وكنا فرحانين احنا داخلين بطوله العالم للناشئين دي واحنا حاملين اللقب. اتمنى ان الكابتن وائل يكون بيتفرج على بطوله العالم للشباب ويبتدي يجهز اولاده، لان دلوقتي بقى الحمل حملين، الكره بقت في ملعبه، مطالب ان هو يعني يعيد بريق امل كره اليد على ايده في هذه البطوله، ويا رب باذن الله يبقى الحظ حليفه ويقدر على الاقل على الاقل يخش من الاربعه الكبار عشان يبقى بريق كره اليد المصريه مازال مستمر. وفي نفس الوقت انت حضرتك عارف ان احنا الترتيب بتاعنا على مستوى العالم يتحدد بناء على ترتيبك في الفريق الاول والشباب والناشئين. صحيح. مش عايزين نبعد عن الترتيب العالمي، لان احنا داخلين من اول احسن 8 فرق على مستوى كره يد في العالم، مش في الكبار بس، في جميع المراحل. صحيح. احنا ترتيبنا تقريبا من الثمانيه الكبار على مستوى العالم، مش عايزين نبعد عن الحته دي، لان الحته دي بتخلينا كمصريين عندنا مكتسبات كتير كلاعيبه، وزي ما حضرتك شايف احنا بقى عندنا اكتر من 7-8 لعيبه بره مصر. صح. محترفين. صح. المدربين. صح. بتوعنا الحمد لله دلوقتي منهم الكابتن مجدي ابو المجد ماسك منتخب الكويت، عندنا الكابتن شريف مؤمن ماسك منتخب العراق، وعندنا مدربين كتير ماسكين منتخبات عربيه. زي ما حضرتك قلت يا كابتن طارق، احنا المفروض نحط دايما نفسنا في المكانه السليمه دلوقتي. خلاص كره اليد المصريه ما ينفعش ابدا تطلع بره الثمانيه الكبار. كابتن طارق محروس المدير الفني السابق لمنتخب وطني المنتخب الوطني للشباب لكره اليد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.